دي لعبة الرسائل، بيجي لك 5 رسائل من بعض الأصدقاء، بنفترض إن هما بيجوا لك طبعا، وأنت هترد عليهم. ماشي. شوف أول صديق فيها مشاكل؟ لا ماشي، بالعكس حاجات كده. أنتوا بتخافوا ليه كده؟ في إيه؟ هنعمل إيه بس؟ بقى في خوف كل إيه؟ كلمة محسوبة على فكرة. أنا معاك إن كل كلمة محسوبة، لكن إحنا مش من إثارة المشاكل أبدا، إحنا قلبا وقالبا مع الأندية المصرية. معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي بعت لك رسالة يا كابتن طارق، بيقول لك الكاف حفظ شكوى الزمالك ضدنا احنا والمولودية. فين العيب اللي كنت بتحكي اللعيب او اللعيب لا العيب اللي كنت بتحكي، انت كنت بتقول اللي عملوه عيب. فين العيب اللي كنت بتحكي عليه؟ طيب حلو، انت قلت كده الكاف برقنا. حلو قوي. بعت له رسالة. عيد سيناريو يا كابتن معين. عيد سيناريو مباراة المولودية وانت تعرف لعيب المولودية لعيب الترجي، انت هتكتب له كده؟ هتقول له ايه؟ هقول له لا راجع شريط الماتش كويس واتفرج على اللعيب بتاع الترجي وراح يجيب الجون وبتجيله الخلفية وبيقف مش عايز يروح يجيب جون. قصدك لعيب المولودية؟ لعيب مولودية الجزائر. هو اللي جاله، هو اللي كان رايح انفراد بالفعل الشوط التاني. بالفعل صحح لك. راجع 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 كابتن معين. طب هتغمز له الغمزه دي ازاي؟ طبعا في اعمل له الموشن. طيب مصطفى محمد بعت لك رساله قال لك يا كابتن طارق شفت بقى ان كان عندي حق احترف. طيب خلينا نتفق يا مهيب ان مصطفى محمد قوه كبيره جدا كانت في نادي الزمالك. انا عايزك ترد عليه. ماشي اكتب له يا درش، انت عارف انا اكتر واحد كنت بيدافع عنك وعايزك تحترف، بس التوقيت بتاعك في الاحتراف هو من وجهة نظري آه. مش هو ده التوقيت برضه. مش هو ده التوقيت. على الرغم حتى بعد النجاح اللي حققه مع جلطسراي، نجاح كبير. ما مصطفى هينجح ان شاء الله. انا متوقع له وراسم له اكتر من كده. مصطفى محمد يا كابتن مهيب لو كان استنى بعد الاولمبياد كان يروح لحته تاني خالص. طيب ماشي. كارتيرون عزيزي طارق، ريحه الدوري رجعت ولا لسه مش شاممها؟ ما انت السبب عامل حاجه. اتمنى ان انت توافق يا مستر كارتيرون وتخلينا فعلا شامم عن حد، ما تشمتش فينا العوازل. يعني بس هتقول له كده؟ هتكتبها له؟ هكتب له كده. اتمنى ما تشمتش. هتكتبها ازاي دي؟ ايه هتكتبها ازاي؟ بالفرنساوي. بالفرنساوي العوزو. طيب زوما حبيبي قال لك، بيقول لك ايه؟ ايه رايك انزل انتخابات الزمالك الجايه ولا لا؟ ولو نزلت تبقى معايا في القايمه؟ معاك وفي ظهرك وقدامك ووراك وجنبك وفي كل حته. ولازم ينزل انتخابات، حازم امام لازم يبقى رئيس نادي الزمالك السنه دي. انت ايه؟ وش؟ انا معاه معاه قلبا وقالبا. افرض هو مش عايز. ايه؟ افرض هو مش عايز. هجبره. تجبره. هكلمه. تنزل معاه؟ ايه؟ تنزل معاه؟ لا مش هنزل معاه، انا مدرب. انا مدرب كوره. محدد موقفك. بس كابتن حازم من تخيلي الشخصي يا مهيب هو الافضل في الفتره دي لقياده نادي الزمالك. تمام. نيجي اخر رساله اهي، رساله بيشو مشير التبعي. حبيبي. بقول لك يا طارق، ايه يا عم ميدو ده؟ حطيتني ليه في جمله مفيده؟ لو انت قاعد مع مهيب دلوقتي قول له مين كان المفروض يراقب خالد بيبو في ماتش السته. اتظلم والله. انا ماليش دعوه انت بتحكي لي. اكتب ايه هو بيسالك. اتظلمت يا بيشا في الماتش ده. وانت رديت على مصر كلها بعد الماتش ده وخدت احسن لعيب في مصر وكنت تستحق. برضه ما جاوبتش. انت هتبعت رساله اجابه ليه هتقول له ايه؟ ما انت مين اللي كان ماسك بيبو في ماتش السته؟ راجل بعت لك بيقول لك قول له مين كان المفروض يراقب خالد بيبو في ماتش السته. مش عايزين. انا يعني ايه، انا رديت على الرساله اللي هو بيقولها. وبقول لك يا مهيبه، هو بيقول لي قول له مهيب ان بشير التبعي اتظلم في الماتش ده بشكل كبير جدا، لان فعلا هو اللي ما كانش مطالب. يعني مش بشير ولا مسؤول. لان مش لعيب واحد، مش لعيب واحد مسؤول ان يخسر فرقه. بشير التبعي اتظلم في الماتش ده ظلم كبير جدا جدا جدا. بشير التبعي بعديها خد احسن لعيب في مصر وكان انا معاك معاه وكان حاجه كبيره جدا. لا اتظلم، اتظلم بجد يعني. تمام. طيب خلاص كده. انت كنت مستني فعلا رساله من مين؟
من الخمسة دول بجد بجد أو غيرهم لو أنت كنت مستني رسالة كنت مستنيها من مين؟ من دول؟ من الكباتن دول طبعا والنجوم دول أو من غيرهم؟ أنا كنت مستني رسالة الكابتن حازم. آه كنت مستني رسالة الكابتن مصطفى محمد. آه كنت مستني رسالة أو بوجه أنا بقى رسالة إيه؟ طب بلاش خلاص. إيه في إيه بس؟ لا خلاص. كنت مستني رسالة من الكابتن عبد الحليم علي يقول لي ربنا يشفيه عند كورونا. يا رب ربنا يشفيه ده حبيب قلبي ده. يا رب إن شاء الله بإذن الله. عايز إيه من عبد الحليم؟ أقول له حاجة. قول. أنت اتظلمت الفترة اللي فاتت وحقك هيجي لك قريب في نادي الزمالك. ظلم؟ أنت اتخذت كده ليه كده؟ إيه؟ أنت اتخذت أصل كنت أقول حاجة تاني خالص بس وجهت رسالتي لعبد الحليم. كنت هتقول حاجات تاني لمين؟ للمسؤولين اللي بيمسكوا وبيتوالوا على مجالس إدارة نادي الزمالك. تقول لهم إيه؟ بص يا مهيب، مهم جدا 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 إنك لما تيجي تدير نادي بلاش تجيب المقربين ليك، هات الناس اللي تستحق إنها تيجي فعلا. اللي بتحب النادي بجد. زي؟ كتير، ما أنا وجهت مثلا رسالة لعبد الحليم، أنت اتظلمت يا عبد الحليم. اتظلم ليه؟ هو عبد الحليم على فكره وهو بيدير مدير كوره في نادي الزمالك انا من وجهه نظري نجح. كابتن ايمن يونس؟ كابتن ايمن يونس نجح. امال مشوا ليه؟ مش عارف. انا بجد مش عارف. انا معاك. كابتن اشرف قاسم والبرنس نجح. مشوا ليه؟ لما هم نجحوا. ما هو ده ما انا بوجه الرساله اهو لمجالس الاداره. بلاش نجيب الناس المقربين واللي هم قريبين جدا منكم، لا هاتوا الافضل اللي عايز يخدم نادي الزمالك بجد. يعني ما ينفعش اسم زي الكابتن اشرف، زي الكابتن عبد الحليم، زي الكابتن ايمن يونس يجوا شهرين ويمشوا ولا شهر ويمشي. ايه؟ خلي بالك في اسم يعني انضم مؤخرا، اسم كبير جدا، كابتن جمال عبد الحميد. يعني من الاسماء الثقيله. بص كابتن مصر انا بقى هو عارف يعني. طبعا هو كابتن مصر. دي حقيقه في كاس عالم. ربنا كبير. ربنا يوفقه في المهمه اللي هو فيها. أيوه. كابتن جمال عبد الحميد اسم كبير جدا، ياما اتظلم برضه في نادي الزمالك. في تدريب، في اداره كوره، في اي حاجه. بس للاسف تاني الناس اللي بجد بتخش عشان تخدم بتمشي بسرعه. جايز عشان طيبين شويه. عشان بيقولوا كلمه الحق. لا وطيبين يعني، كابتن جمال طيب، كابتن اشرف طيب، كابتن عبد الحليم علي طيب، بيقولوا كلمه الحق. مش الطيبه بس. ما انت المشكله ان انت الزمالك محتاج ايه؟ محتاج الزمالك الكيان الكبير محتاج الناس اللي تقول كلمه الحق، ما تمشيش بسرعه. انا شايف ان في اهتمامات في مجلس اداره واللجان اللي بتيجي في نادي الزمالك المفروض يهتموا بيها بشكل كبير. مهم. ما يهتمش بلاعب عشان عنده شعبيه يعني مش عايز اخش في تفاصيل يا جماعه، انا لو فتحت في تفاصيل الموضوع هيبقى صعب جدا، لكن نادي الزمالك كيان كبير جدا يا كابتن طارق، وانت عارف الكلام ده كويس، محتاج اللي يقدر نادي الزمالك ويشتغل فيه بجد. هي دي. يعني مش عايزين نفتح في المجال ده لان عندي كواليس كبيره جدا وكتيره جدا يا جماعه، لكن حبوا نادي الزمالك شويه. لو حبيت عشان تحب نادي الزمالك لازم تجيب الناس اللي هي فعلا بتحب نادي الزمالك. ما بتحبش البيزنس في نادي الزمالك. والله بص يعني احنا مش يعني ماليش في السكه ديت. انا اضرب الكلام. انا بأقدر كل الناس اللي جت تشتغل في نادي الزمالك، لكن بالفعل نادي الزمالك محتاج الناس تحبه شويه، محتاج مسؤوليه يحبوه شويه، لان بيفرق بينك وبين الفوز حاجات بسيطه جدا. محتاجه شويه الحب ده، لو اتوجد الزمالك هيروح في حته تانية. هي دي يا كابتن مهيب، الله ينور عليك بجد والله. والكلام ده انا بتفق معاك فيه 100%. عشان كده انا وجهت كلامي بالاسلوب ده وبالشكل ده، وقلت وبقول وهقول يا جماعه حبوا نادي الزمالك اكتر من الحاشيه. تمام. بشكرك كابتن طارق، شرفتنا ونورتنا، واحلى ختام حبوا نادي الزمالك. اتمنى من جماهير نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك واللجنه اللي هتيجي تدير نادي الزمالك واللجنه اللي مشيت نادي الزمالك، كله يحط ايده في ايد بعض
اللجنه اللي مشيت تحط ايديها في اللجنه اللي جايه، الاعضاء دول تحط ايديهم في الاعضاء دول، ما حدش يطلع يتكلم على حد، ما حدش يطلع يشكك في حد، كله يبقى واقف ورا الكيان، كيان نادي الزمالك الكبير، الاسم العريق اللي كلنا بنحترمه وبنقدره في كل استديوهاتنا وفي كل برامجنا. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الاهلي نادي كبير، نادي المصري نادي كبير، الاسماعيلي نادي كبير، الاتحاد، كل الانديه دي انديه كبيره جدا لانها الانديه الشعبيه في الكره المصريه، ومن غيرها في الكره مفيش كره. بالظبط كده. بشكرك كابتن طارق. حبيبي يا كابتن مهيب، شرفتني ونورتني.